بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: إذا تزاحم التطبير مع قراءة القرآن في حالة إقامته يكون التطبير أثوب. أخوتي الكرام، أحبتي، أنت في حسينية وأقيمت الشعيرة، شعيرة التطبير، أيهما أثوب؟ أنك تلتحق بالركب الحسيني للتطبير أم تقرأ القرآن؟ التطبير يكون أثوب في هذه الحالة من قراءة القرآن الكريم. أخوتي الكرام، ليش؟ لأن حالة الشعيرة قائمة، وحالة ترجمة القرآن الكريم قائمة، وحالة تفسير الشعيرة قائمة، وحالة تفسير روايات أهل البيت عليهم السلام كلها قائمة. أخوتي الكرام، فيكون بهذا اللحاظ التطبير أثوب من قراءة القرآن كثيرا في تلكم الحالة، في حالة إقامة التطبير، يعني التطبير قائم وانت تجي تقرأ القرآن، لا يكون ثوابك مثل ما أن تلتحق، لأن ذلك الالتحاق هو ترجمة الحقيقية التي تترسخ في الأذهان للقرآن الكريم، وبحثه إن شاء الله يعني أدلة التطبير من الكتاب والسنة إن شاء الله نطرحها. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.